بسم الله والصلاة والسلام على الله. أرحب بكم في المجهودات اللي تبدوها والنجاح اللي تبدوه في الفريق تاع المدينة العلمية التي نتم فريق المدينة. أشكركم على المجهودات اللي تبدوهم، وهذه نتيجة ما جاتش بسهولة. أنتم لعبتوا قدمتوا في كيب تاعكم تاع البريزيدون كوميتي كامل داروا مجهودات كبيرة رغم تحت الضغوطات في النهار في الليل ضغوطات كبيرة اللي عدوا عليها، وش هي ضغوطات اللي عدات بنجاح جات النتيجة بالنجاح. وهذا تكريم بسيط لأن البلدية جمعية وقفت شو البلد بلدية تاع بكري احنا صوار احنا راهم عندنا نجح ريسيبسيون بسيطة، وهو النجاس كي كونت سي با لارجون اللي ينسو هذا الشيء. نقول لكم نجاح ان شاء الله. السلام عليكم، نشكر المسؤولية البلدية على رسم الشيخ اسماعيل وليسي، نشكر رئيس الدائرة، نشكر الأمن الوطني على الحفلة المصغرة اللي يعطيه الصحة وبارك الله فيهم، وإن شاء الله مزيد من التعلق. بلا ما نساو السيد الوالي على المجهودات اللي يقوم بها مع الفريق وبارك الله فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. انا بدوري نشكر السيد رئيس البلديه واعضاء المجلس لاتاحوا لنا هذه الفرصه وقاموا بهذه المبادره الطيبه ومبادره رمزيه بصح عندها معنى كبير، دونك لازم نثمنوا هذا المجهود. وباسم الخاص وباسم نقول انا سكان مدينه عندنا تابعين لنا، نشكر الفريق، نشكر إدارة الفريق على المجهودات اللي بذلها، شرفونا في بداية الموسم حتى نهاية الموسم، ولو كان له كان بعض الصعوبات في النهاية، ولكن الحمد لله النتيجة كانت كما بغيناها، خرجت بالطلوع تاع الفريق، دونك نقول لكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله هذه الطلعة تكون بداية لانطلاقة جديدة على غير الله، ونطلب من رئيس الفريق ومن الاعضاء اللي راهم معاه ياخذوا تجربه من العام هذا، لان تشوفوا طلعه تاع الميلاد جات طلعه اون فيتاس، دونك ناخذوا التجربه من العام اللي فوتنا ان شاء الله. النقائص نركزوا على النقائص اللي كانت سجلت في المرحله هذه ما تتكررش العام الجاي ان شاء الله، لان ما نقولوش ان فتناها بصفه ايجابيه، فتناها وسط ربي، دونك نضمنوا العام الجاي ان شاء الله اذا كان فيها اخطاء اذا كان فيها سلبيات احنا لازم نحطوهم امامنا ونداركوا الاخطاء ونداركوا السلبيات. نشوفوا اللي فريق علم الرياضه انه فريق كبير ماهوش فريق اللي نعرفوه، لازم نشوفوه انه يتطور، لازم يتطور الفريق، لازم يتطور المناصر ويتطور المواطن تاع علم الرياضه وخاصه المناصر والمواطن تاع علم الرياضه، لانه نجي نشوفوا انه دونك ولينا ماشي بلديه ولينا مدينه أو راح يجونا فرق تاع مدن كبرى، راح يجونا مع بليش أنا يجونا من الجائرة يجونا من البور يجونا من ديزوز يجونا من الرمان، دونك الناس راح يستقبلوهم أمام ضيوف، راح يدخلوا نظرة علينا خاصة أننا وحنا مدينة تجارية مسموعة ومعروفة، لازم اللي يجي العلم إلى يجي يخرج يضحك، سواء خسر يضحك سواء نربح يضحك، حنا لازم نوفروا هذا الجو. نوفر هذا الجو بيناتنا احنا ومن خلالنا للمناصر اللي راه برا والمواطن اللي راه برا وخاصه جماعه الفيسبوك. جماعه الفيسبوك لان ما نقولوش كل الناس تحب الاصابع، كاين بعض العناصر هاي قليله تعدى على الاصابع، لازم احنا نواجههم بالطريقه هذه تاعنا، لازم احنا نترفعوا نمد امثله بفرق ما نعرفش راهم جيراننا برا تحب نسميو كان الناس تخاف تروح تلعب معاهم، نبدا بالمعاملات تاعهم طوروا في عامين في ثلاثه ولا هاي السياسي شكون اللي ما عرفش السلفي؟ شكون اللي يقدر يلعب ضد السلفي؟ الناس دوك تتمنى تلعب مع قسنطينه، تتمنى تفرح تلعب مع قسنطينه، هكذا دوك حنا نديرو، لازم الناس يفرحوا يوليو يجيو العلم لنا، ياخذوا نظره مليحه علينا، احنا ان شاء الله نبداو لازم نفكروا من الان بالتنسيق مع السيد رئيس البلدية على الملعب، احنا لازم نوفروا ملعب من تحت مليح، ملعب من فوق مليح، بالتعاون تاع السيد الوالي، لازم احنا الاقتراحات نحطوهم، باش اللي يجي ثاني الاعتماد تاع الملعب، ما يلقى لنا حتى فرصة،
قال ما عجبنيش هذا كاين هذا لازم نقعدوا في علم نلعبوا في علم الاداره نطوروا علم الاداره وان شاء الله نديروا اليد في اليد خدمه للمدينه وخدمه للفريق وخدمه للسمعه تاعنا ان شاء الله. وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم العلاج الدولي للدعامه الوطنيه رئيس الولايه نغني البرسان اللي جابوا هذا الدكتور الله يبارك صعود للقسم الوطني الاول. هنا نعملوا المستطاع المستحيل باش نرفعوا الفريق باش نحافظوا على السمعه تاع مدينه عين الهلال وفريق عين الهلال بالسلوك نتاعنا بالروح الرياضيه نعطيو امتثال للاخرين خلينا ما نخليهمش الفرصه باش يتهمونا بتهم ما عندنا حتى علاقه بها ونتمنوا النجاح دائما والابواب تاعنا مفتوحه وحنا نرفعوا على العام وفي اتصال دائم مع المناصرين ومع رئيس الفريق مع رئيس البلدية مع الشباب باستمرار ونهنيكم فور مبروك عليكم وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح وشكرا. مبروك علينا
مدينة مبروك على جميع سكان أي مدينة. نشكر رئيس بلدية على الشغل ونشكر الجمهور ونشكر كافة أعضاء البلدية. مبروك علينا الصعود ونشكر السلطات تاع البلدية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكر رئيس البلدية على الاستضافة هذه. كل شيء مبروك على عين الهلال بمناسبة الصعود هذا. نادي الصعود هذا لجميع سكان مدينة عين الهلال وبخاصة الأنصار اللي فيها الجمعية. وكل شيء مبروك علينا أخويا والحمد لله يا ربي. السلام عليكم. نبدأ نشكر رئيس البلدية، نشكر الأعضاء. الحمد لله مبروك علينا الطلعة وناديوها مدينة عين الهلال وإن شاء الله نتمنى وناديوها الرئيس الفريق تاعنا ونشكر الشعب تاعنا اللي كان حاضر معنا عام كامل وإن شاء الله نشرفوا يزيد يديروا فريق إن شاء الله مليح ويشرفوا عين الهلال إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المناسبة أول شيء كما يقولون مبروك علينا الصعود إلى مدينة عين الهلال. ثاني حاجة نشكر السلطات البلدية خاصة رئيس البلدية بعد الحفلة التكريم هذا. ثالث حاجة ثاني نادي الصعود الوالدين الكريمين السيد جمال الدين بريمي
نشكروه بالبزاف وان شاء الله حتى هو راه عطينا وعود با مع يوقف مع الفريق هذا. نتمنوا من الناس كامل توقف ونهدي الصعود هذا لبنتي نوران والعائله تاعي لا فامي حركات وجيراني والناس حبابي من بعيد ومن قريب. وبارك الله فيكم وان شاء الله تدوم الفرحه ان شاء الله ديما بالصحه. الحمد لله نشكر السلطات على هذا التكريم بارك الله فيهم وبربي ان شاء الله كما قلت مزيد من النجاحات ان شاء الله لمدينه عين المليله وسكان مدينه عين المليله ولايه باقي كامل وبارك الله فيكم. و هذه هي الجمعيه. عيط عيط. تحيا الجمعيه. تحيا لاصال. صعود يبذلوا مجهود كبير وثانيا المباراه اللي دارتها البلديه ولا راسها الشيخ اسماعيل العريسي يعني مشكور على التكريم هذا وعلى شو نقول انا مع الاحتفاظ دائما كلمات في مثل هذا. اي والله سيدنا مسيرتك الفريق لسنوات مش يمكن العوده الى الرابطه. أنا مفتخر، أنا مفتخر، أنا كشخص يعني بغرارة كتفاهم لي 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 ثلاث إنجازات أنا طلعت 84 و 2016 و 2017 أنا شرف كبير لي أنا لي ثلاث إنجازات على صعب وأنا حال فخر مفتخر به ونتمنى الله صعب إن شاء الله مجهود الآخر بطولة لما لا يعني جاي لما لا نديروا فريق مليح ونكونوا فريق مليح ولا ما شاء الله حتى البطولة ولو كان البوديوم بزاف على الانجاز درنا زوج انجازات متتاليه يعني صعدت من القسم الاول للقسم الثاني كان القسم الاول ان شاء الله هدي لكل سكان عين المليله هدي الى الوالدين الى كل الاحباب نتاعي ان شاء الله وان شاء الله مزيد من التقدم والانتصارات ان شاء الله نحضر موسم جاي هذا تسمى في اقرب وقت ان شاء الله نظم اماراتنا الاداريه كذا ان شاء الله ان شاء الله استفاده من ناس عينيه المستثمرين والصناعيين ان شاء الله يلتفوا حول الفريق هذا لخاطرش هذا فخر للمدينه تاعنا اللي ما تعرفت كانت تعرف غير بالفريق هذا يعني قبل التجاره تعرفت كره القدم فريق تاع 83 يصعد ان شاء الله نديروا انجازات احسن من الانجازات السابقه ان شاء الله التوفيق تكريم اللاعبين بمناسبة
سبت صعود جمعيه عندنا المحترف الاول. ان شاء الله مزيد من النجاحات ان شاء الله وكثر خيرا على حسن الاستقبال وبارك الله فيكم. وكل انصار جمعيه عين مليله الشيخ اسماعيل الونيسي ومبروك علينا الطلعه. I'm happy.